أهلا بحضراتكم ولكم التحية وسلام الجمهوري المصري وصوت شادية. ويا حبيبتي يا مصر، مليين سفاراتنا ولجان الانتخابات في كل العالم. نهاردة اليوم الثالث والأخير في الانتخابات المصرية الرئاسية في الخارج، وطبعا حضراتكم عارفين أنه في فرق توقيت، فبسبب فرق التوقيت في سفارات أغلقت خلاص لجان التصويت، سفارات بدأت بالفعل في عملية الفرز. الحقيقة أنا عايزة أشيد بالخارجية المصرية والسفراء وكل البعثات الدبلوماسية المصرية اللي لينا في الخارج، مجهود كبير وتسهيل كويس قوي على إخواننا المصريين في الخارج لتصويت في الانتخابات الرئاسية. النهاردة في تاني مشهد كده، حاجة محترمة جدا متقدمة تليق بأهمية الانتخابات المصرية. الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة كانت فاتحة هواء مباشر مع جميع السفراء في الخارج لمتابعة عملية التصويت في اليوم الأخير. شيء كان عظيم قوي من اهتمام من الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطن المصري في الداخل وفي الخارج بأنها كانت فاتحة هواء مع كل السفراء. ومهم كمان ان انا اوجه التحيه تاني لكل المصريين اللي موجودين بره في الخارج على وعيهم العظيم باهميه الانتخابات الرئاسيه المره دي، لانه احنا في ظروف اقليميه ودوليه شديده الخطوره. تحيه تاني لكل المصريين المقيمين في الخارج. الحقيقه انه المشهد العظيم اللي حصل في انتخابات المصريين في الخارج بيضع مسؤولية كبيرة على الأحزاب وعلى المجتمع المدني في الداخل المصري علشان يكثفوا من شغلهم وتحركاتهم في الشارع المصري لتشجيع كل المصريين على المشاركة في التصويت أيام 10 و11 و12 ديسمبر. النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة هيشرفني وهيكون معايا السيادة النائب أحمد العوضي عن حزب حماة الوطن. طيب الملفت، عشان كده بقول لحضراتكم إنه المشهد الانتخابي والمصريين في الخارج شيء عظيم. دول كتيرة أنت بتستغرب إنها بهذه الكثافة للمصريين في التصويت. مشهد الانتخابي في إسبانيا، خلينا نعرف إيه آخر التفاصيل، وخليني أرحب بسفرنا في إسبانيا سيادة السفير يوسف مكاوي. سفرنا في إسبانيا، مساء الخير يا سيادة السفير.